كتير من السيدات بتحتار كل شهر في شوية عناصر ليها علاقة بالدورة الشهرية. بنات كتير للأسف أمهاتها ما بتدهاش أي معلومات في بداية بلوغها، وبتبقى البنت يعني عندها شيء هي مش عارفة، طب امتى هو مثلا يعتبر طبيعي، امتى مش طبيعي، امتى لازم تستشير دكتور، امتى المفروض تاخد علاج، وهكذا. كل المعلومات اللي انت محتاجة تعرفيها كأنثى عن دورتك الشهرية هقولها لك في الحلقة دي. اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني، معكم رضوى جلال وفي حلقه جديده هنا في القناه. والنهارده حلقتنا حلقه مهمه جدا، سواء انت كنتي سنك صغير او سنك كبير. يعني اعتقد مفيش مراه او سيده على وجه الارض مش هتهمها الحلقه دي. بس قبل كل حاجه، لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. يلا فيها عن دورتك الشهريه بمجرد بلوغك او بدايه يعني وجود نزولها، سواء بقى في سن من 14 16 عادي، بيختلف من البشر لبشر. في ناس بتبتدي من 9 سنين وهي موعدها، بمعنى يعني انت لازم يكون عندك كالندر. في دلوقتي على الجوالات ابلكيشنز كتيره جدا تقدري تنزليها، الكالندر دي تبقى عباره عن تقدري تحددي اليوم اللي بتبدا فيه دورتك الشهريه وامتى بتنتهي وهكذا. يعني هي المفروض ان احنا بنحسبها كل مرة تبدا هي دي الدوره، بدايه الدوره الشهريه وليس انتهائها. الميعاد بيبقى من بدايتها وعاده بيكون في المتوسط 28، ولكن في ناس بتبتدي كل 22 يوم ولحد 35. فطبيعي جدا انت طول ما انت لسه في هذا المتوسط ان انت طبيعيه، ولكن لازم تعرفي انت في حالتك الشخصيه متوسط الايام كام يوم. ده سؤال بيتسال في كل المستشفيات، انت دورتك الشهريه كل كام يوم؟ انا ممكن واحده تقول 28 27 29 30. انت لما تتابعي شهرك من بدايه بلوغك، او حتى لو بقالك يا ستي كتير عندك 30 سنه 25 سنه، تبداي تتابعي شهر شهر هتعرفي العدد ده. ودي حاجه لازم تكون مسجله عندك عشان تتابعي العامه للدوره الشهريه، بمعنى انت النزف عندك كام يوم؟ هل هو 3 ايام 4 ايام 5 ايام 10 ايام؟ لازم تكوني عارفه. ليه لازم اكون عارفه؟ عشان امتى تقدري تعرفي انه مش طبيعي. يعني في وقت لما تبداي تحسي ان الايام زادت عن الطبيعي، انا كل شهر بتجيلي من 5 ل 6 ايام، لما مره تجيلي 10 ايام ده شيء مش طبيعي، لو كل مره بتجيلي 7 ايام، مره تجيلي يومين، ده شيء مش طبيعي، لو كل مره بتيجي كل 25 يوم وبغزاره معينه بمده معينه، اي شيء خارج النطاق ده في اختلاف يوم او يومين يبقى شيء مش طبيعي. فمهم جدا تعرفي عدد ايام النزف اللي بيكون عندك فيها. مهم جدا خاصة البنات، يمكن الست على مدى عمرها هيختلف، ولكن دايما الاختلافات بتكون في مدى نفس الفترة. بمعنى مهم جدا انك تتابعي اعراض الدورة الشهرية الخاصة بيكي انت، بمعنى في بنات كل شهر بتجيلها بألم معين، هي عارفة ان بيجيلها وجع في الظهر بالشكل الفلاني، بيجيلها مثلا احساس معين، سواء احساس ده بالدوخ كترة نوم وهكذا. لكن لما انت تكوني عارفة الشكل الشهري لدورتك ويجي مرة شكل مختلف تماما، دي معناها ان في مشكله كبيره، فلازم تراجعي الطبيب. بمعنى الم غير طبيعي، انت طبيعي كل مره بيجي لك الم بشكل معين، بيجي الم غير طبيعي في مره، دي حاجه قد تكون بتنبئ لشيء معين. لو اتكرر شهر اتنين وده مش طبيعي بتاعك، ده شيء لازم تخلي بالك. ولكن النقطه بس اللي بنوضحها ان البنت على مدى حياتها بيختلف. في وقت المراهقه قد يكون الموضوع مؤلم شويه، بيجي في اول الزواج او بعد الزواج بيبقى الموضوع سهل، بيجي ساعات بعد اول دوره بعد الحمل بتكون او الولاده بتكون مختلفه شويه اخف وهكذا. يعني الفترات الغير طبيعيه في حياتك قد تكون مختلفه، ولكن السمة العامة خلال سنة سنتين أنا ما فيش حاجة جديدة في حياتي، الاختلاف ده لازم تخلي بالك وتستشير الطبيب لما طبعا مهم جدا خاصة للمرأة المتزوجة انها تعرف دورتها الشهرية، وبعد ما تحسبها تحسب ايام التبويض. ايام التبويض اللي هي اللي تعتبر اليوم 21 من بداية الدورة، يعني على حسب ممكن يكون بعد اسبوع من دورتك انتهائها. الافضل انك تحسبيها من الايام بعد بداية الدورة، لان ليه الايام دي هم 3 او 4 ايام؟ ليه لازم تعرفيهم؟ لان هم دول الايام
اللي بيكون محتمل حدوث حمل فيهم. فيفضل انك تعرفي ايام التبويض عندك سواء انت حابه يحدث حمل او غير محببه للفكره دي. لو انت حابه يحدث حمل بيحصل لقاء بين الزوج والزوجه قدر المستطاع في الايام دي، ولو انت مش حابه ما بيحدثش، او على الاقل يحدث عن طريق يعني ارتداء مثلا وقي ذكري او هكذا. ولكن برضو يرجى العلم والتنبيه، لان في ناس كتير بتتبع الطريقه دي وبيحدث حمل مفاجئ، ان مش معنى ان الايام دي بس اللي بيحدث فيها حمل، لان الحيوانات المنويه بتعيش لحد 3 ايام وفي بيعيشوا اكتر، فقد يحدث ان يكون اللقاء من قبلها وما يكونش فيه عازل وبعدين يحدث حمل. فطبعا بتبقى مشكله كبيره للناس اللي بتستخدم حاجه اسمها فتره الامان. يعني دي ملحوظه للمتزوجات، دي يمكن البنات مش هتفهمها قوي، ولكن تكوني فاهمه ان ايام الاباضه دي او ايام التخصيب دي اهم ايام في دورتك لو انت حابه يحدث حمل او لا يحدث حمل. مهمه جدا انك تعرفي برضو، بس دي ان شاء الله يعني في المستقبل، ان في سن معين هيحدث فيه انتهاء الدوره الشهريه، والسن ده بيكون حسب كل مراه، مفيش قاعده. بيبتدي احيانا في ناس بيحدث يعني زي وقوف مبكر في بعض الجنسيات وبعض الاعراق البشريه، وفي ناس بتطول يعني، لكن المتوسط بيبقى من 45 سنه ل 50 سنه وهكذا. للاسف في ناس بسميه سن الياس، انا شايفه مفيش ان شاء الله الست ما تيأسيش، يعني الياس ده شعور انساني ملوش دعوه بالجسم. انت تكوني فاهمه بس ان في وقت هيبدا يكون في اعراض شبيهه لبدايه البلوغ، اعراض انقطاع الدوره الشهريه. الدوره الشهريه بتبدا تبقى غير منتظمه، بيبدا يحدث معاها شويه تغيرات وبعد كده ممكن تقف بشكل كلي، فتكوني متفهمه ده، لان احيانا بعض النساء بتحتاج ادويه، لان في احدث احيانا بيحصل زي نوع من انواع زي رش كده في الجسم، بيحدث زي نبطات وسخونه وهكذا، فاحيانا في بعض الحالات بتحتاج ادويه في هذه الحالات. طبعا في برضو شويه حاجات انت لازم تعرفيها، دي مش هتلاقيها في حته، اللي هي طهارتك من الدورة الشهرية. مش كل النساء بيحصل لهم نفس شكل الطهارة، بمعنى في ستات بتعرف ان الدورة الشهرية بتنتهي مثلا بوجود سائل شفاف، في ستات بتعرف لا بوجود سائل ابيض، بوجود سائل ابيض على اصفر، وجود سائل مثلا لونه مثلا اقرب للبني وبعد كده يفتح. لازم تكوني عارفه انت امتى بتنتهي دورتك، شكل انتهاء دورتك، بالذات البنات اللي لسه بالغه احيانا ما بيعرفوش تماما، هتاخدي وقت عشان تعرفي. كل ست بتختلف علامه الطهر عندها بتختلف، دي ان شاء الله يكون لها فيديو تاني مهم جدا عن احكام الطهاره وكده، فما تنسيش تشتركي في القناه. واخيرا في برضو شويه حاجات سريعا لازم تكوني مدركاها، حالتك النفسيه بتاثر على الدوره الشهريه. لو انت في فتره مضغوطه نفسيا متوقع ان يبقى في الم ازيد، لو انت في فتره عندك فقدان وزن قوي قد تنقطع الدوره الشهريه، وزنك بياثر على الدوره الشهريه، زيادته كمان ممكن تاثر على الدوره الشهريه، لو كف الله الشر عندك تكيسات قد تسبب انقطاع الدوره الشهريه. مهم اي خلل في كميتها، اعراضها، مواعيدها، شكلها، الملمس بتاع الدم ولونه، لو في اي خلل في الحاجات دي لازم ترجعي طبيب وبيعملوا فحوصات سواء سونار خارجي او بيعملوا تحاليل. ده كل ده مهم، في حاجات كتير بتبقى بتنبئ بالذات مع البنات للاسف، لان ما بيبقاش في رعايه والام ما بتبقاش مهتمه والبنت بتبقى مستحيه تسال مامتها، فبتكون بتنبئ بحاجات مهمه قد تاثر على حياتك في المستقبل سواء انجاب اطفال او الزواج وكده. وده ليه يعني؟ فان شاء الله نلحق الحاجات من بدري. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اكتبوا لي تحت في الاسئله لو حابين نعمل حاجات تانية ليها علاقه بالموضوع الخاص ده، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، واشوفكم على خير، مع السلامه.